بالحوار إلى الزميل مصطفى ناصر الصحفي العراقي عبر الأقمار الصناعية. مصطفى، برافقت الكثير، وربما أنت حضرتك راقبت الكثير من العمليات الانتخابية اللي جرت من 2003 لحد هذه اللحظة باعتبارك صحفي. اليوم أكيد كانت لك جولة على مراكز الاقتراع، خلينا أسمع المشاهدات وتقييمك ومقارنتك لهذه الانتخابات مع انتخابات 2018 تحديدا. شكرا سامر. بالحقيقة يعني هناك وجه مقارنة بسيط بين انتخابات 2018 و21. في السابق كان هناك يعني في 2018 كان هناك نوع من الإرباك عند الموظفين اللي يعني كانوا حديثي العهد بالأجهزة البيومترية وهذه الأجهزة تسريع العدوى الفرز والإرسال وغيرها. اليوم شاهدنا أكو يعني تطور كبير، وهناك يعني الكثير من الموظفين صاروا يستسهلون قضية أو عملية استخدام هذه الأجهزة، وأيضا التعامل مع الأشخاص اللي ما تظهر بصماتهم، اللي ما تظهر معلوماتهم، والأشخاص أيضا الذين يعني يجري نقل مراكزهم من هذا المركز إلى مركز آخر لأسباب فنية أو أمنية في بعض المحافظات. طبعا هذه المقارنة طبعا يعني جديرة بالإشادة لموظفي المفوضية بالحقيقة. أما ما جرى اليوم من يعني مجموعة من الخروقات ومجموعة من التجاوزات، هي تحصل طبعا في كل انتخابات، تحصل ليست بجديدة، في 2018 و14 و10 كلها شاهدناها، ولكن يعني أساليب مختلفة. ربما هناك تجمهر لدى بعض الكتل السياسية في العديد من المحافظات أمام مراكز الاقتراع. هناك ضبط، يعني أعلنت اللجنة الأمنية العليا ضبط أكثر من 77، أعتقد 75 أو 77 شخص خرقوا القواعد الانتخابية، الضوابط المعلنة، وأيضا خرقوا يوم الصمت الانتخابي كذلك. هناك حصلت يعني في العديد من المناطق سواء في الحضر أو في الريف مجموعة من التجاوزات، يعني جزء منها أشخاص حاولوا الدخول مع ناخبين لا يجيدون التصويت وعملية الاقتراع ومنعوا من ذلك، وهناك أشخاص حاولوا التأثير على الناخبين، وهناك أيضا فئات ويعني قوائم انتخابية حاولت التأثير على الجمهور المتردد أو المتأرجح يسموه، يعني في بعض الأحيان يوصل إلى كابينة الاقتراع وهو يعني محمل بمجموعة من الخيارات، فيضطر إلى يعني الاستماع أو ربما الإملاء الكثير من الآراء عليه، وهناك تصير عملية إرباك حين وصوله، يعني ربما التصويت مالته يكون مخالف تماما لقناعاته، وهذا طبعا ايضا جزء من طيب الضوابط الانتخابيه. بخصوص التوقعات استاذ مصطفى، لو سمحت لي، بخصوص التوقعات للناشطين وربما الصحفيين وحضرتك ايضا من 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 ضمنهم، بخصوص استخدام السلاح والتحذيرات من السلاح وغيرها، لكن التوقعات لم تاتي يعني مثل ما كانت المشاهدات. يعني الجو الانتخابي يعني حمل 98% لحد هذه اللحظه هو جو امن جدا على غير التوقعات، صح؟ صحيح، جدا صحيح. تحصل خروقات طبعا، بعضها يعني خارج سياق العملية الانتخابية، ربما مشاجرة أو غيرها، وبعضها صار يعني أمام مراكز انتخابية، ولكن الذي حصل هو يعني